وإذا غدي تولينا عندما مثل أمازول فلاونا ريسالنا النت مازيغ فنفدوس الحالة تيناوت إمي تخفران سراف سيتو أخصان ذاك ناديلي وفورا ضرعوذ أقضوا ضوارا يجهد نسوى سادة ساونا ذي الولاية ثبونزول في ذثانة مسالت أنزول إن أدرار تمن راست إمي يدي دوم ونخصون الحالة لما ثلاثة نصبح وذي وضغ فوراقي أروازال 30 ميليمتر ماذا نزول إليزي أديلي وفورس ثلاثة تمديت ألا ماذا زكا غفستا ويتراجوا ذي وض وزاليس 25 ملليمتر انا ديالو نغلف نلقديش دوس قداش مراد زما اللي يدير تغري يضلي سي وهراني تسقمويني خدمن اسندد اما تين نصرف كان نغتين تزمرت هو كان اتستاقل وذو غال اري خدي من سنه يناد داغن تيبوراهم سلاي الدين تو اذي تملي ليك نت غامسا يدي لا نغف تيرزان نلقديش وكذد ونغلف غافو مسلاي تفرات اقلاقا اديلي ويا ناد داغن غافو كمل نو سندد داين ردي ون المضره إن المدن ذي مضانوي ند ولما يلين ذي الموسى إمي شراعي ند أسند داقي أوريس حرام مذويذ يلا ند فير وانشتاس تهزان وثني حسب القانون. عندما العدالة تصدر يعني حكم باسم الشعب الجزائري لازم الكل يحترم الحكم، وإذا أنت شفت روحك باللي راك مظلوم روح رجع للعدالة. ولهذا احنا طلبنا منهم باش قلنا لهم باللي عندما خرج هذا الحكم كل ما يأتي من بعد هذا الحكم فهو باطل، وتمنينا طلبنا لهم قلنا لهم يعني ماذا بكم تراعوا يعني التلميذ وتراعوا مصلحة الجزائر وتراعوا كل ما هذا، والحوار مفتوح رانا هنا وان شاء الله والامور تزيد. الشيء اللي راهي تقوم به وزارة التربية كإجراءات منصوص في القانون، ولهذا ماذا بكم حتى ما باش ما يفوتش يعني الأوان تتراجعوا على هذا الأمر وتحافظوا على العمال على المنخرطين تاعكم، لهنا راه فيه تغليط للمنخرطين، راهم يقولوا لهم الشيء اللي راهي تقوم به الوزيره والشيء اللي يقوموا به والشيء اللي راهي تقوم به وزاره التربيه غير قانوني. احنا نقول لهم هالشيء اللي راكم تقوم به وزاره التعليم فهو قانوني يعني، ونتاسف لهذا الامر هذا اللي راهي يعني تاع الطرد، لانه هو انت راك ابوندوني البوست تاعك واش بغيت. احنا كوزاره عمل للمهمه تاعنا باش ندافع على العمال وباش نحافظ على مناصب الشغل تاعهم، راهم يقلعونا من يدنا كل وسائل باش ندافع عليهم. دوك سنت النظام نادي الياسا ثورين تصغر الحج نزوج 2018 يفغن اثنومي اميات فايدين وذي عدن 70 نيس وقاسن دي العمر نسن ارد صحارات صغار بعد ميتو جردن وغرن 10 نتيكال ادن سمحتي كان ذاك انت صغارة قي وسنتدس القرار وسلوي نتيك ذا عبد العزيز بوتفليقة اذن ديه كان زوج الاف نسري حثن الحج وكن نضروح سخام ربي. انا ديار تغيوان تنتزمال تدي الولايه النفقايه عندها يتوام ظلو مجهد حمو عميروش اقلان ذا مراي مغراس عميروش اي تحمو دا انا رحو ما قيب لعفو ربي الدور في اعدان غف العمر 81 النيس وقاسن قوخا من توجيان تمورت الماريكان ان داي لا يتيذر تنظل تيس لد اقو ذا تواشو لتيس يارس انتمتو تيس فاماريكاني فأرف حصايش يوزنا تنشتا. الله أكبر تعرفنا في بداية السباق 1957 في المركز الولاية الثاني لها، وكان يعني وكان مع يعني الفوج اللي يرافق العقيدة عميروش. مارس 58 سي عميروش بعثوا عنده المهمة لتونس باش يلتحق طلبة جزائريين تاع الولاية الثالثة في تونس، راجل تاع يعني حكم يعني وفي يعني للشهداء، ودائما يعني يكمل يناضل يعني في هذا الاتجاه. C'est un homme dont on était tous fiers et j'espère qu'il va continuer à inspirer les gens comme il m'a inspiré moi à être la meilleure version d'eux-mêmes. Parce qu'en fin de compte, c'est essayer d'atteindre, avoir vécu autant que lui, c'est pour moi être, avoir atteint le summum et être la meilleure version d'un être humain. هي كان بالدار ثقراني سالنت مزيغ ثان ميرثاك ويبدا قيمني ذناخ.